بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني على قناة STC سلموني تريدنج شانل. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني مع نموذج آخر من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه. هذا نموذج يتكون من نمطين، الأول نموذج المرأة الحامل هرامي باترن، الثاني المرأة حاملة النطفة هرامي كروس باترن. في المرات السابقة تكلمنا عن النماذج الانعكاسية المفصلية ذات الدلالة الأقوى في عكس الاتجاه من هذا النموذج. تناولنا بالشرح والتطبيق العملي كل من النماذج الانعكاسية المفصلية الآتية: رقم 1 بمبار باترن بجميع أنواعها، 2 انجولفينج باترن، 3 دارك كلاود كفر باترن، 4 بيرسينج باترن، 5 ايفنينج ستار، 6 مورنينج ستار، 7 دوجي ايفنينج ستار، 8 دوجي مورنينج ستار. اهم ما يميز النماذج المفصلية الثمانية ان اسم كل نموذج يرتبط بالمكان الذي يتواجد فيه، بمعنى ان كل نموذج يسمى حسب مكانه، إذا كان هذا المكان في نهاية اتجاه صاعد أو في نهاية اتجاه هابط. حيثما يتواجد النموذج يكون له اسم مختلف. أما نموذج اليوم بنمطيه سواء هرامي باترن أو هرامي كروس باترن فإنهما لا يرتبطان بمكان تواجدهما من حيث الاسم كما سنعرف حالا. والفرق بين النماذج العاكسة والعاكسة المفصلية أن النماذج العاكسة المفصلية تكون ذات دلالة قوية في عكس الاتجاه، إلا أننا حينما نتداول على الشرط ننظر إلى جميع النماذج الانعكاسية على أنها عاكسة للاتجاه بغض النظر إذا كانت مفصلية أو غير مفصلية. بالنسبة لنموذج المرأة الحامل فهو يأتي على شاكلتين. أهم ما يميز هذا النموذج أنه يتشكل من شمعتين، كل شمعة منهما لها مواصفات تختلف عن الأخرى، ولا يهم إذا كان الاتجاه صاعد أو نازل. في شكل 2 ممكن تأتي على هذا الشكل صاعد أو نازل، وفي شكل 1 ممكن يجي على هذا الشكل أيضا صاعد أو نازل. النموذج الثاني والذي يعتبر حالة خاصة من حالات المرأة الحامل وهو نموذج هرامي كروس باترن، وهذا هو الشكل الذي يظهر به رقم 3 و4، نفس الشكل تقريبا، أيضا يتشكل من شمعتين لا يهم مكان تواجده، يسمى بنفس الاسم سواء جاء بعد حركة صاعدة أو حركة هابطة، دائما يظل محتفظا بنفس التسمية. الفرق الجوهري بينهما هو في الشمعة الثانية، وكما قلنا هذه النماذج أقل قوة مما تطرقنا إليه سابقا. أيضا أهم ما يميز نموذج الهرامي أنه عكس النموذج الابتلاعي في الشكل، لكنه يوافقه من حيث خاصية الانعكاس، إلا أن النموذج الابتلاعي أقوى في عكس الاتجاه من نموذج الهرامي. النموذج الابتلاعي فيه الشمعة الثانية تبتلع الشمعة الأولى بكاملها، لكن في نموذج الهرامي الشمعة الثانية تكون داخل نطاق الشمعة الأولى. والآن ما هي معايير تشكل نموذج المرأة الحامل هرامي باترن؟ رقم 1 يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح صاعد أو هابط، كل من المسارين يتشكل فيهما النموذج حتى ولو كان هذا المسار قصير. رقم 2 أن تكون الشمعة الأولى طويلة بالنسبة للشمعة التي بعدها سواء كانت حمراء أو خضراء بغض النظر عن مكان تواجد النموذج، سواء كان بعد اتجاه صاعد أو بعد اتجاه هابط، سواء كانت هذه الشمعة بيعية أم شرائية. رقم 3 جسم الشمعة الثانية يكون صغير وداخل نطاق جسم الشمعة الأولى، وفي هذه الحالة في الشمعة الثانية ننظر إلى الجسم بغض النظر عن الظلال، إذا كان هذا الجسم بكامله من بداية افتتاحه إلى نهاية إغلاقه
داخل مدى جسم الشمعة الأولى، فهذا يعتبر من بين الشروط التي يجب تحققها، مع ملاحظة أن الجسم الثاني ممكن أن يأتي كنموذج من النماذج الإنعكاسية بمفرده، مثل نموذج هانجينج مان أو هامر أو إنفيرتد هامر أو شوتينج ستار، وفي هذه الحالة يكون النموذج أقوى في حدوث الإنعكاس. ولو امتدت الظلال خارج نطاق جسم الشمعة الأولى مفيش أي مشكلة ويظل النموذج صحيح. رقم 4، اختلاف الألوان في النموذج غير مهم، لكن في معظم الحالات تأتي الشمعة الأولى عكس الشمعة الثانية في اللون، وفي معظم الحالات هنلاقي على الشرط لما تكون الشمعة الأولى باللون الأحمر يكون النموذج بعد اتجاه هابط وينعكس السعر لأعلى بعد النموذج، ولما تكون الشمعة الأولى باللون الأخضر يكون النموذج بعد اتجاه صاعد وينعكس السعر الأسفل بعد تكون هذا النموذج. ولكن هذه القاعدة فيها مرونة عن النموذج الابتلاعي، يعني ممكن يأتي النموذج في اتجاه صاعد أو هابط مفيش أي مشكلة. طيب، تأكيد النموذج متى يحدث؟ تأكيد النموذج يحدث بالشمعة التي تغلق بعد النموذج، سواء بالبيع أو بالشراء. يعني إذا كان الاتجاه هابط، الشمعة الثالثة بعد النموذج تغلق أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى للنموذج، أي أن الشمعة الثالثة شمعة التأكيد تغلق فوق نطاق النموذج. نفس الشيء في حالة ما إذا كان الاتجاه صاعد وتشكل معي نموذج هرامي بيعي، الشمعة الثالثة شمعة التأكيد تغلق تحت نطاق النموذج، أي أنها تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى للنموذج. طيب، ما هي العوامل التي تزيد من قوة هذا النموذج وفعاليته في عكس الاتجاه؟ هناك بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الانعكاس. أولاً، أن تكون الشمعة الثانية داخل نطاق الشمعة الأولى جسماً وظلاً. ثانياً، أن تتواجد عدة شموع داخل نطاق الشمعة الأولى الأم في النموذج. بفكرك دايما أن الشموع اليابانية الانعكاسية ليست بالضرورة قادرة على عكس السعر مباشرة، لكنها من الممكن أن تدخل السعر في مرحلة انتقالية ثم ينعكس بعد ذلك. هذه النقطة مهمة جدا للمتداول أنه يبقى على طول فاكرها حتى لا يتسرع في دخول الصفقات قبل أوانها. المثل بيقول لا تأكل الثمرة قبل أن تنضج. دلوقتي هنشوف مع بعض أمثلة عملية كتطبيقات على نموذج المرأة الحامل. هرامي باترن المثال الأول اللي قدامي ده، بس افتكر إن احنا قلنا إن النموذج يأتي بعد اتجاه واضح سواء صاعد أو هابط، حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. النموذج اللي عليه شكل بيضاوي، نموذج هرامي جاء في نهاية اتجاه هابط، مكون من شمعتين، الأولى حمراء طويلة والثانية شمعة صغيرة خضراء. الشمعة الصغيرة الخضراء جسمها يقع بكامله داخل نطاق الشمعة الأولى الحمراء، إذن ده نموذج هرامي باترن صحيح لأن جميع الشروط متحققة ومتوفرة فيه. بس لو ركزت هتلاقي إن ظلال الشمعة الثانية خرجت عن نطاق جسم الشمعة الأولى، مفيش أي مشكلة، هذا لا يؤثر على صحة النموذج وقدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. لكن لابد من التأكيد عن طريق شمعة التأكيد الثالثة التي يجب أن تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج، وبعد إغلاقها فوق هذا الظل يبقى كده النموذج جاهز للتفعيل وممكن أتداول به وأدخل صفقة شراء. لو لاحظت كمان وجود النموذج عند منطقة دعم، وده بيأكد الانعكاس لأعلى. وعلى فرض أني دخلت من هذا المستوى، هتلاقي أن السعر رجع اختبر الظل السابق لأول شمعة للنموذج ثم واصل الصعود إلى أعلى. المثال الثاني، في هذا المثال لو جينا نبحث عن مكان تواجد نموذج المرأة الحامل هتلاقيه موجود داخل هذه المنطقة داخل المستطيل. هلاقيه موجود في نهاية اتجاه صاعد قصير مفيش مشكلة، يتكون من شمعة طويلة خضراء شرائية ثيرانية
جاءت بعدها شمعة أقل منها في الطول حمراء بيعية دبابية فتحت وأغلقت داخل نطاق الشمعة الأولى. هذا الاتجاه القصير لو بصيت له في مجمل الحركة هتلاقيه عبارة عن تصحيح، يعني تشكل نموذج الهرامي بعد اتجاه عام هابط وعمل معانا تصحيح من خلال تشكل نموذج الهرامي. من خلال التحليل الفني هتلاقي ان السعر عكس الاتجاه في احدى مراحله، بس كان اخر عكس هذا الاتجاه عند نموذج الهرامي، وبعد كده كمل اتجاهه الاصلي وواصل الهبوط الى اسفل. طيب اعمل ايه عشان اتداول صح؟ استنى شمعة التأكيد التي تغلق تحت الظل السفلي لشمعة النموذج، ومن بعدها على طول ابتدي اخد صفقات بيع، يعني هبيع من عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة بيع. المثال الثالث عندي على الشرط، هذه المنطقة موجود فيها نموذج الهرامي، عندي شمعة طويلة هي الشمعة الأولى، الشمعة الثانية جسمها فتح وأغلق داخل نطاق الشمعة الأولى، ولكن لاحظ في هذا النموذج أن كل من الشمعتين لهما نفس اللون، مفيش أي مشكلة. قبل كده قلنا أن اختلاف الألوان غير مهم في هذا النموذج بعكس جميع النماذج التي سبقت دراستها، وهناك على الشرط هتلاقي عوامل أخرى تزيد من احتمالية الانعكاس، وهو أن أنا عندي أكتر من شمعة موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى، يعني النموذج ده هتلاقيه عكس النموذج الابتلاعي اللي لازم الشمعة التانية هي التي تبتلع جميع الشموع التي قبلها. طيب انت تأكد ان هذا النموذج صحيح، اتأكد من صحة هذا النموذج بالشمعة التي اغلقت اسفل نموذج المرأة الحامل. عند كلمة بيع ادخل صفقة بيع وانت مطمن. المثال الرابع على هذا النموذج، عندي نموذج هرامي متكون في نهاية اتجاه هابط، عندي شمعة باللون الاحمر بعدها شمعة باللون الأخضر تقريبا نفس الحجم، ثم عندي شمعة صغيرة حمراء تشكل مع الشمعة الخضراء التي قبلها نموذج الهرامي. يبقى كده تأكيد النموذج من خلال الشمعة الثالثة التي تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الأولى. هذا الإغلاق يعتبر بالنسبة لي نقطة الدخول بالشراء. المثال الخامس على نفس الشرط، عندي نموذج هرامي موجود في نهاية اتجاه صاعد، تكون من شمعتين، الأولى خضراء طويلة والثانية حمراء صغيرة، جسمها بالكامل يقع في نطاق الشمعة الأولى، ولكن الملفت للنظر في هذا النموذج وجود أكثر من شمعة داخل نطاق الشمعة الأولى. عد معايا كده 1 2 3 4 شمعات، ده بيقوي النموذج في عكس الاتجاه. طيب امتى أتأكد من صحة هذا النموذج؟ بعد أن تغلق الشمعة أسفل الظل السفلي لشمعة النموذج. هذه الشمعة المشار إليها بالسهم لما أغلقت بالنسبة لي تعتبر نقطة الدخول اللي مكتوب عندها كلمة بيع، ادخل بيع من هنا. النموذج الثاني اللي هنتكلم عنه في محاضرة النهاردة هو نموذج المرأة حاملة النطفة هرامي كروس. ممكن نعتبر هذا النموذج حالة خاصة من النموذج العام هرامي باترن من حيث شروط تكون النموذج ومعاييره والعوامل التي تزيد من قوة هذا النموذج. لا يوجد اختلاف بينه وبين النموذج العام، الاختلاف الوحيد هو في الشمعة الثانية تكون عبارة عن شمعة دوجي. ولو رجعنا لهذه الشروط بسرعة هنلاقي الشرط الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد أو هابط حتى ولو كان قصير، أن تكون الشمعة الأولى شمعة طويلة سواء شمعة مشترين أو شمعة بائعين بغض النظر عن لون هذه الشمعة، كمان جسم الشمعة الثانية يكون دوجي وده أهم حاجة ويقع داخل نطاق جسم الشمعة الأولى. ولو تحدثنا من حيث القوة أيهما أقوى في عكس الاتجاه، هل نموذج هرامي باترن أم نموذج هرامي كروس، هنلاقي أن نموذج هرامي كروس هو الأقوى دائما. زي ما قلنا في النجوم، قلنا أن نجوم الدوجي دوجي مورنينج ستار أقوى في عكس الاتجاه من مورنينج ستار، وكمان دوجي إيفنينج ستار أقوى في عكس الاتجاه من نموذج إيفنينج ستار. وجود شمعة الدوجي تقوي موقف النموذج،
وتدعمه في عكس الاتجاه. ومش مهم الظلال بالنسبة للشمعة الثانية، حتى ولو خرجت ظلال الدوجي خارج نطاق جسم الشمعة الأولى، لأن زي ما احنا عارفين إن الدوجي في منه أنواع سيقانها طويلة أصلا، زي ليجي الدوجي اللي هو دوجي السيقان الطويلة، ودراجون فلاي دوجي، وجرافستون دوجي. وحتى يكون النموذج صحيح وجاهز للتداول، لابد برضه من انتظار شمعة التأكيد الثالثة التي تأتي بعد هذا النموذج وتغلق بعده. يعني إذا كان هابط انتظر إغلاق فوق الظل العلوي للنموذج، وإذا كان الاتجاه صاعد انتظر إغلاق تحت الظل السفلي للنموذج. بالنسبة لعوامل زيادة وقوة نموذج هرمي كروس في إحداث الانعكاس، رقم واحد أن تكون الشمعة الثانية داخل نطاق الشمعة الأولى جسما وظلا. رقم اثنين أن تتواجد عدة شموع داخل نطاق الشمعة الأولى. طيب نشوف كده مثال كتطبيق عملي على نموذج هرامي كروس. النموذج اللي قدامي ده على الشارت عبارة عن نموذج هرامي كروس، جاء في نهاية اتجاه صاعد مكون من شمعتين، الأولى خضراء طويلة والثانية حمراء صغيرة، شمعة دوجي تقع بكاملها داخل نطاق الشمعة الأولى. ولتأكيد النموذج بتلاقي الشمعة الثالثة أغلقت تحت الجسم وليس تحت الظل، عشان كده ما أقدرش أعتمد نقطة دخولي بعد هذه الشمعة، لازم أستنى الشمعة اللي بعدها لما تغلق أسفل الظل السفلي لشمعة الدوجي. دخولي بيكون من هذا المستوى بعد هذه الشمعة مباشرة. وبانتهاء هذا المثال نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، جميل معلم الرياضيات والإحصاء في المرحلة الثانوية، ومحلل فني وسيكون في سوق المال والأعمال. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.